السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الثانوية العامة دفعة هذا العام 2024، الشعبة العلمية والشعبة الرياضية والشعبة الأدبية، طلبة وطالبات المرحلة الأولى والثانية والثالثة، الدور الأول والدور الثاني، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة. إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو سنتعلم الطريقة الصحيحة والمضمونة لتسجيل رغبات طلاب أو لكتابة رغبات طلاب المرحلة الثالثة، الدور الأول والدور الثاني، وكذلك أيضا الطلبة اللي هم تخلفوا عن تنسيق المرحلة الأولى وتخلفوا عن تنسيق المرحلة الثانية. إن شاء الله بإذن الله برضو هيسجلوا مع طلاب الدور الأول بالنسبة لطلبة المرحلة الثالثة. طب يا مستر بالنسبة للدور الثاني هيسجل إمتى رغباته؟ إن شاء الله بإذن الله أما نتيجة الثانوية العامة تظهر بعدها ب 72 ساعة. طيب يا مستر أنا أعمل إيه عشان أسجل رغباتي صح؟ ابدأ تابع معايا الفيديو وهتبدأ تدخل معايا على الموقع ده، ورابط الموقع ده هسيبه لك في أول تعليق مثبت. لما تيجي تعلق هتلاقي فيه تعليق كده في الأول باسم قناة الإبداع للبرمجيات، هتلاقي فيه رابط الموقع، وأظن طبعا كله عارف رابط الموقع. آدي شكل الموقع، هو دي بيانات الموقع بالترتيب، أنا بس مكبر الصورة عشان تبقى الصورة واضحة قدامك. كل اللي عليك هتجي هنا عند كلمة خدمات تنسيق الثانوية العامة، وهتلاقي طبعا في مكتوب الان نتائج تقليل الاعتراف والتسجيل مفتوح للمستفيدين والمتخلفين. انت مكان ديت هتلاقي التسجيل مفتوح لطلبه المرحله الثالثه الدور الاول. الكلام ده هيكون موجود امتى يا مصر؟ طبعا التنسيق لسه هيبدا بكره ان شاء الله باذن الله الثلاثاء، وهينتهي يعتبر الخميس، وقلنا تنسيق الدور الثاني ان شاء الله باذن الله هيبدا بعد نتيجه الثانويه العامه ب 72 ساعه. طيب انا اللي يهمني كله هنا هاجي على كلمة اضغط هنا للدخول الى الصفحة، بعد ما اضغط عليها هيبدأ يوديني للصفحة يعتبر اللي هي بعد كده، والصفحة ديت برضو هنبدأ نضغط برضو على كلمة اضغط هنا للدخول الى الصفحة. ادي جاب لي اهو بيقول تسجيل الرغبات والتسجيل مفتوح للمستفيدين والمتخلفين. قلت لك ان شاء الله باذن الله بكرة او الساعة 12 صباحا هتلاقي الكلمة دي متغيرة، وهتلاقي التسجيل مفتوح لطلبة المرحلة الثالثة الدور الاول. انا اللي يهمني كله هنزل تحت هنا عند كلمة اضغط هنا لتسجيل رغباتك، بعد ما اضغط عليها هيبدأ يجيب لي الصفحة اللي هي باينة قدامكم حاليا، وهنا بيقول لي اختار شهادة الثانوية العامة الخاصة بيك. هاجي ضغط على السهم ده واقول له انا ثانوية عامة، انت لو علوم وتكنولوجيا اختار علوم وتكنولوجيا. طبعا 90% من اللي بيسمعوني كلهم طلاب ثانوية عامة. هبدأ اضغط على كلمة ثانوية عامة، هيبدأ يجيب لي الشاشة الموجودة قدامكم دي. الشاشة دي فيها رقم الجلوس وفيها الرقم السري، وتحت كده هبدأ هنا في المربع هكتب ايه الكباتشة دي، شايفين 4-3-4-0-3-0-9، هبدأ اكتبها هنا. خلاص كده يبقى انت اول حاجة تكتب رقم الجلوس اللي هو الخاص بيك، هتبدأ تكتب رقم الجلوس، وبعد ما تكتب رقم الجلوس طبعا انا بكتب اي حاجة اهو، بعد كده هتبدأ تكتب الرقم السري، طبعا انت تكتب بياناتك صح، وبعد كده هتبدأ تاخد الكباتشة ديت هتبدأ تكتبها هنا. لو في ارقام هنا مش باينة تضغط على كلمة تغيير هيبدأ يغير لك، دي مش باينة اضغط على كلمة تغيير، دي واضحة شوية هتبدأ تكتب هنا الارقام اللي هنا هتكتب هنا، وبعد كده ما تخلص هتبدأ تضغط على الخطوة التالية. طبعا عشان ما فيش التنسيق لسه ما فتحش لحد الان ولسه هيفتح بكرة، فانا هوريكم يعتبر تنسيق المرحلة الثانية، وهي الخطوات هي تبدأ تمشي عليها بالترتيب عشان تتابع يعتبر تسجيل الرغبات بتاعتك. ابدأ شوف انا بعمل ايه وابدأ اختار رغباتك، عايزك تختار كل كليات بالنسبة لشعبة علم العلوم او شعبة علم الرياضة او الشعبة الأدبية، اختار كل الكليات الموجودة قدامك بحيث لو التنسيق حصل فيه انخفاض ان شاء الله بإذن الله تبدأ تدخل كل الكليات. والآن اترككم مع مراجعة او مشاهدة فيديو يعتبر تنسيق المرحلة الثانية. طالب مني رقم الجلوس، هبدأ اكتب له رقم الجلوس، وتأكد ان انت بتكتب رقم الجلوس صح. ورقم الجلوس حد يسالني يا مستر طب اكتب انجليزي ولا عربي؟ سواء كتبت انا هنا اللغه بتاعت عربي اهي، وهو كتب انجليزي. خلاص كده بعد كده هبدا اكتب الرقم السري اللي هو مكون من 8 ارقام، واريد برضو نتاكد واحنا بنكتب الرقم السري بطريقه صحيحه عشان ما نخطاش في الرقم السري. خلاص كده وبعد كده هنزل تحت بس سنه بسيطه كده عشان ابدا اكتب الكباتشه ديت هنا، اكتبها هنا اللي هو الرقم التاكيدي اللي هو ده. لو 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 الرقم ده مش باين اضغط على كلمه تغيير هيبدا يغير لي الرقم، بالفعل غير لي الرقم. هبدا اكتب اهو 8-9-4 بعد كده 8-1-7،
خلاص كده، وبعد كده هنزل تحت كده. طبعا انت مش هتنزل تحت ولا حاجه، وبعد كده هبدا اضغط على الخطوه التاليه، هيقول لي جاري تحميل البيانات، وجاب لي البيانات كامله اهي، جايب لي رقم جلوس الطالب والنوع والديانه واسم الطالب، وبيقول لي لو في خطا في الاسم وعايز تعدله، جاب لي تاريخ الميلاد. البيانات دي مهمه جدا ولازم تراجعها، لان لو في خطا تقدر تتصل على رقم 1539 على مكتب التنسيق ويحل لك المشكله. كمان جايب لي المحافظه والاداره التعليميه ومجموع المواد اللي هي سواء كنت شعبه علم علوم او علم رياضه. بعد كده جايب لي المجموع الكلي للطالب، وبعد كده بياكد لي بيقول لي انت جايب في اللغه العربيه 50، واللغه الاجنبيه الاولى اللي هي الانجليزيه 39، والفرنساوي 20. لو انت درجاتك مختلفة عن كده هتضطر ترجع لمكتب التنسيق او تتصل على الرقم 1539. طيب انا البيانات عندي كلها صحيحة، هبدأ اضغط على كلمة الخطوة التالية وانتظر لحد ما يجيب لي دي. انا بس هاجي هنا بقى هنا، وهيعتبر مش هكبر الشاشة بقى جامد، خليني هنا كده الشاشة كده كويسة. خلاص كده لو تلاحظوا هنا جايب لي الاختيار بالتخصصات وكل المعاهد، ولا الاختيار بالجامعات والمعاهد الجغرافية. انت معنى الحتان دول، هنا الاختيار بالتخصص كل المعاهد هيجيب لي كل حاجه، اما لو انا عايز الكليات اللي بتقع في المنطقه الجغرافيه بتاعتي فقط فاختار الاختيار ده. طبعا انا خلينا على الاختيار بتاعي بالشكل ده كده، واروح لاول حاجه التخصص. هتروح لكلمه التخصص تختار اول حاجه الكليه اللي انت عايزها. انا مثلا اللي يهمني كله كليه حقوق الاول، هبدا اضغط هنا لحد ما يحمل لي الحاجات بتاعتي. خلاص كده، وطبعا كليه حقوق موجوده اهي، هنزل بس اشوف كل الكليات اللي هي ليا. ادي كليه حقوق. بعد ما اخترت كليه حقوق بيقول لي اختار المكان بقى، الجامعه الكليه او المعهد. هضغط على السهم ده، انا مثلا هختار يعتبر المفروض انا اساسا من الفيوم، هو مش جايب لي الفيوم عادي ما فيش اي مشاكل، هختار بني سويف الاول واقول له اضافه. بعد كده هختار حلوان لان ده كله تبع النطاق الجغرافي وهقول له اضافه. انت بعد كده بقى سيبه يختار يعتبر الكليات حسب يعتبر التوزيع الجغرافي، لان انت لو قعدت تختار بمزاجك هيعقدك بالمعنى الاصح، لان التوزيع الجغرافي هو بيبقى ماشي على حاجه معينه. يعني مثلا لو جيت اخترت جامعه القاهره وضغطت الاضافه ماشي، طب كويس اللي هو قبلها، لان الاول في الشغل المرحله الاولى ما كانش بيقبلها. هروح مثلا بعد كده هختار المنوفيه شبين القوم ماشي، طب كويس والله اللي هو قبلها، في المرحلة الأولى كان بيعقدنا ما كانش بيختار الحاجات دي كلها. هبدأ بعد كده هختار مثلا يعتبر بنها، ديت يعتبر الكليات أو الجامعات المطلوبة. بعد كده مدينة السادات هبدأ أختارها بالشكل ده كده. هبدأ بقى أخد كل كليات حقوق اللي هي يعتبر موجودة، هاخد مثلا يعتبر الإسكندرية هعمل لها اضافه، وبعد كده الزقازيق هعمل لها اضافه، وبعد كده طبعا القاهره انا ضفتها. بعد كده هختار عادي المنصور عادي، وشبين القوم متهيألي انا اخترتها، وبنها انا اخترتها برضو. انا هتابع بس معاه عشان اخد كله، وهاخد طنطا لو عايز اطلع طنطا دي فوق. خلاص كده، يعني انا مثلا هختار برضو عين شمس الاول، ومدينه السادات انا اخترتها. خلاص كده، انا مثلا هفترض ان انا مثلا عايز اطلع طنطا فوق، اخليها مثلا يعتبر انا يعني كده بطلعها فين؟ طنطا اهي، هطلعها بعد بنها، يبقى اجي هنا بالشكل ده كده. يبقى انا كده بعيد ترتيب الرغبات، حقوق بني سويف الاول، حلوان، حقوق القاهره، حقوق شبين القوم. ممكن اخلي بنها ديت ممكن اخليها يعتبر فوق بالشكل ده كده، وممكن اخليها تحت بالشكل كده. وبعد كده لو عايز اعدل برجع اعدل عادي. خلاص كده، وعين شمس ممكن مثلا اطلعها فوق، ممكن عين شمس اطلعها فوق بالشكل ده كده، اخليها يعتبر قريبه جدا، اخليها مثلا بعد جامعه القاهره بالشكل ده كده. ادي حقوق شمس، بقى حقوق عين شمس بعد جامعه القاهره. ده والله يعني انتوا حظكم كويس، لان طلبه المرحله الثانيه الدنيا متسهله معاهم جدا، يعني التنسيق قرفنا اخر قرف بالنسبه للمرحله الاولى. طب انا كده اخترت كل كليات يعتبر المرحله، يعتبر كل كليات الحقوق. بعد حقوق هو كان طالب تجاره موجوده يعتبر لعلم علوم فقط على ما اعتقد، وشرحت فيديو لو ان حد تقريبا سمحت اللي هو بيقول لي يا مستر انت كاتب، لا ممكن تكون غلطه، لان كنا بنفرز كليات يعتبر المرحله الثانيه من الثالثه، كليات تجاره متاحه فقط للشعبه العلميه، اما شعبه ادبي لا. خلاص كده، طبعا هنا
بعد حقوق هو طبعا هحط يعتبر كليات اداب، هاخد مثلا اداب لو في الفيوم هاخد الفيوم، طبعا ما فيش الفيوم فهاخد بني سويف الاول واعمل لها اضافه، بعد كده لو في الفيوم ما فيش الفيوم هاخد طبعا المنيا واحطها، بس اشوف بس لو في كليات يعتبر اقرب شويه، طبعا ما فيش هخليني مثلا على المنيا وبعد كده هسيبه هو يختار بمزاجه. هاخد المنيا طبعا انا خدت بني سويف، بعد كده هاخد مثلا ادي يعتبر اخد مثلا كفر الشيخ، وبعد كده هسيبه بقى هو يختار براحته، بس هاخد بس مين، اخد اسيوط الاول عشان يعتبر، وبعد كده العريش وادي الوادي الجديد وادي بور سعيد ادي جمع جنوب الوادي وصوهاق ويعتبر كفر الشيخ انا اخترتها بالشكل ده كده، وتقريبا دي برضو طبعا لو عايز اطلع صوهاق فوق بالشكل ده كده اخليها بعد يعتبر اسيوط، هاجي هنا بالاسهم، لو عايز تنزل تحت بنزل تحت، لو عايز احذف الرقبه بضغط على علامه اكس، انا هبدا اطلع كده لحد ما اخلي صوهاق بعد اسيوط. طيب كده انا وصلت للرقبه 21، خلي بالك انت الوقت المحدد ليك ساعه ولك 75 رقبه، هروح بعد كده اختار كليه دار العلوم، دار العلوم الاول طبعا اهو، بعد ما اختار دار العلوم هبدا طبعا هو جايب لي هنا الفيوم، هختار الفيوم وبعد كده المنيا وبعد كده اسوان، هو مختار لي ثلاث اماكن، بعد كده ان شاء الله هو المفروض كنت بعد ما اخترت حقوق يعتبر انتظام المفروض اختار انتساب بعديها. طيب هبدا بس يعتبر هنزل بالرغبات او ممكن يعتبر اعدلها، ما فيش اي مشاكل، يعني انا مثلا هاجي هنا واختار يعتبر كليه حقوق انتساب موجه، طبعا هنا جايب لي كليات كتيره، طب ماشي عادي هختار بني سويف، هقول له اضافه وبعد كده هطلع بالرغبات بتاعتي، ما فيش اي مشاكل يعني. بعد بني سويف هختار حلوان، خلاص طبعا كده، وبعد كده هبدا مثلا اختار جامعه القاهره، وبعد جامعه القاهره هختار عين شمس، وبعد عين شمس هبدا اختار مثلا لو في المنوفيه اهي، لان دي من ضمن الكويت، وادي بنها عادي، وادي طنطا، وادي مثلا عين شمس انا اخترتها، وادي بعد كده مدينه السادات. طبعا هو كده اخترت تقريبا كل الكليات، هشوف بس لو في حاجه انا ما اخترتهاش، الزقازيق تقريبا ما اخترناهاش، وهشوف بعد كده القاهره انا اخترتها، هشوف بعد كده لو في اي مثلا زي تقريبا اسيوط برضو احنا ما اخترناهاش، واسكندريه احنا متهيألي اخترناها على ما اعتقد، لو جيت اضفت لا لسه برضو يعتبر ما اخترتهاش، انا هتابع معاه لحد ما اتاكد ان انا اخترت كل يعتبر كليات حقوق انتساب، وبعد كده اطلع زي ما انا عايز بالشكل ده كده. طبعا ده كله انا اخترته، ده كله انا اخترته خلاص كده. طيب لو انا عايز اطلع بقى بانتساب موجه فوق كده، فهاجي هنا لو تلاحظوا ادي حقوق انتساب موجه، هاجي اطلع بها كده، هي بس الموضوع بياخد وقت شويه، انا المفروض كنت ضفتها لكن عاد ما فيش اي مشاكل، هي الدنيا سهله بالشكل ده، او ممكن كنا حذفنا الرغبات واحط عادي يعني ما فيش اي مشاكل، لو انا مثلا عايز احط الحاجات دي وبعد كده اختار ما فيش اي مشاكل، هطلع بس كده الدنيا سهله، ادي يعتبر حقوق اهي انا كده، لان الدنيا يعتبر ما اخترناش حاجات كتيره، بعد كده حقوق انتساب طبعا انا حطيت مدسوه في الاول، بعد كده هاخد بنها بعديها، ادي اهو بالشكل ده كده، هي بتاخد منك بس بعض الوقت. طيب ماشي عادي ما فيش اي مشاكل، هو مش راضي يختارها، طب عادي ما فيش اي مشاكل، هنطلع وبعد كده لو في اي حاجه ما رضيش ينفذ العمليه ديت هنبدا نرجع تاني، نطلع بس كده لحد ما نوديها في ترتيبها بعد اداب العريش، متهيألي بعد ما تروح بني سويف على طول ممكن الدنيا تمشي تمام خلاص كده. برضو يعتبر مرضيش يختارها، طب عادي ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي مشاكل، انا ممكن اجي احذفها من هنا
ادي طريقه حذف الرغبات. طب ماشي، طب بسرعه كده هنعمل بس يعتبر ايه حاجه بسيطه، هناخد يعتبر هنحذف يعتبر دار علوم والحاجات ديت، وهنبدا نضيفهم تاني عشان احط يعتبر حقوق انتساب لان هي كانت مطلوبه. انت لو فهمت الطريقه ابدا امشي حسب ما انت عايز وخلص رغباتك، ومش شرط ما ترتبطش بيها الا بقى لو انت مثلا اول مره تنسق، لا خليك معايا عشان الدنيا يعتبر ما تبوش معاك. انا اهو هما كلهم تقريبا اللي ضفناهم في اداب تقريبا كان ثلاث يعتبر كليات اهو، لو تلاحظوا ادي الدنيا مشيت تمام اهي، ادي احنا خلصنا حقوق هنا ودخلنا على حقوق يعتبر. هاجي بس اضيف هنا كليه حقوق يعتبر، احنا اخترنا بني سويف، هختار تقريبا بنها مختارينها اللي هي تقريبا كانت المنوفيه، تقريبا كانت المنوفيه ايوه كده، احاول اطلع بيها بالشكل ده كده لان هي يعتبر كانت مطلوبه. اخليها طبعا طبعا حقوق انتساب موجه حلوان بعد قراءه عين شمس، ادي خلاص كده تمام، كده كده تمام. اروح بقى بسرعه كده طبعا واقف هنا، واروح بقى اضيف كليات الاداب، اروح مثلا اختار اداب بني سويف الاول واقول له اضافه. طب هو بيقول لي اداب انت باخترتها لسه باين ما حذفناهاش اهي، متهيألي مفيش اداب تاني. ننزل بس كده واقف هنا واقول له اداب بني سويف اضافه، بعد ما اضافها اقول له خد لي بعد كده يعتبر المنيا، بعد كده طبعا بني سويف انا اخترتها، بعد كده اقول له اسيوط، وادي بعد كده اختار مثلا اخليني في كليات الاقرب يعني ما اروحش بعيد، اقول له كفر الشيخ، بعد كده ماشي الاسماعيليه. ولو تلاحظوا هنا اللي احنا تقريبا العريش والحاجات دي ما اخترناهاش، وادي الوادي الجديد، وادي بورسعيد، وادي جماعه الجنوب، الوادي وسوهاج، ماشي هحاول اطلع فوق شويه. انت ده كله انت بتتعلم ازاي تبدا تضيف رغباتك اهو. هبدا اطلع كده، ده طبيعي. يبقى بعد اسيوط خلاص كده، بعد كده الترتيب ماشي معايا تمام. بعد كده هروح اختار يعتبر احنا قلنا بعد كده دار علوم، هاخد دار علوم الفيوم الاول، بعد الفيوم هاخد المنيا، وبعد كده اسوان. خلاص كده بعد كده بقى يعتبر هو ان شاء الله باذن الله كده كده ممكن يجي له حقوق. بعد دار علوم هبدا بقى اختار كليات، وليكن مثلا زي كليه تربيه طفوله مبكره او تربيه تعليم ابتدائي، اخد مثلا تربيه طفوله مبكره الاول، وبعد كده هو كان نفسه يدخل تربيه رياضيه، بس تربيه رياضيه للاسف يعتبر هو ما عملش اختبارات قدرات عدت عليه. بعد كده اروح اختار تربيه تعليم ابتدائي بالشكل كده، ولو عايز ترجع تعدل بعد كده برجع اعدل ما فيش اي مشاكل. ادي الفيوم، بعد كده هاخد طبعا بني سويف، بعد بني سويف لو في حلوان ما فيش حلوان اخد مثلا يعتبر المنوفيه. طيب ماشي هسيبه هو بقى يعني يختار يعتبر كده. احنا خدنا ناخد مثلا المنيا، هو خدنا الفيوم وبني سويف تعليم ابتدائي، طبعا ادي المنوفيه. طب ماشي احذفها عشان بيقول لي عشان التوزيع الجغرافي. هبدا بقى يعتبر الفيوم وبني سويف والمنيا، هبدا يعتبر اللي هيجيبه انا هسيبه يضيف كل حاجه عشان الوقت اهو بالشكل ده كده. ده اللي كان بيحصل معانا على فكره في المرحله الاولى. وبعد كده لو انت مثلا عايز تطلع مثلا باي حاجه فوق شويه بتطلع بها عادي مفيش اي مشاكل. طيب بعد كده عشان اكمل ال 75 رغبه بتاعتي لازم تكمل ال 75 رغبه، هبدا اختار مثلا اي حاجه. طبعا خدنا حقوق خدمه اجتماعيه، اخد مثلا دار علوم انتساب موجه، وابدا اخد مثلا الفيوم اقول له اضافه، وادي البنيه، وبعد كده اسوان. ولو عايز اطلع بهم فوق بطلع بهم فوق عادي مفيش اي مشاكل زي ما انا عايز. بعد كده هختار مثلا وليكن مثلا اخد مثلا اي حاجه هنا عشان نكمل بس ال 75 رغبه، هاخد مثلا وليكن تربيه نوعيه، وهبدا اخد يعتبر الفيوم الاول، وبعد كده هشوف لو في طبعا ادي القاهره ادي اهو بيقول لي خلاص ماشي. ده اللي كان بيحصل معانا يعتبر خلاص ماشي. انا هخليه يختار المنيا، وبعد المنيا هخليه يختار هو عشوائي
عشان اكمل ال 75 رغبه بتاعتي. كده ال 75 رغبه كملوا بالشكل ده كده. انا ممكن مثلا اجي هنا عند جامعه القاهره واحاول اطلع بها فوق شويه تحسبا مثلا ممكن تاج للطالب، ويعتبر هنخلي ادي هو ما مرضيش يقبلها. طيب عادي ما فيش اي مشاكل، هبدا انزل بها تحت كده، هخليها بعد المنيا عادي، ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي مشاكل. وكده انا خلصت ال 75 رغبه. بعد ما اخلص ال 75 رغبه هبدا اضغط على كلمه الخطوه التاليه. بعد ما اضغط على الخطوه التاليه هو جاب لي كل الكليات بتاعتي اهي، وتبدا تراجعها. ابدا راجع كل كلياتك. بعد ما راجع كل كلياتي ال 75 رغبه هيطلب مني ان انا اكتب رقم التليفون، ويفضل اكتب رقم التليفون الطالب وليس ولي امر الطالب او والدته. لو ما معاش رقم تليفون ابدا اكتب له رقم اي حد تاني. وبعد ما خلص بيقول لي لو في رقم القومي هكتب له الرقم القومي، طبعا ده لازم يكتب بالشكل ده كده. وطبعا البيانات دي انا بضطر اخفيها عشان دي بيانات طالب، ولو حد عرف ممكن يخش يعدل له في تنسيقه بالشكل ده كده. اتاكد بس ان انا بكتب الرقم القومي بشكل صحيح، لان لو في خطا في الرقم القومي هو كده كده رجعني البريد الالكتروني مش شرط. وبعد كده هبدا اكتب الرقم السري بالشكل ده كده. ولو تلاحظوا لو انت كتبت حاجه في الرقم السري خطا، هبدا بس عشان انا تقريبا بس نسيت حاجه، هبدا بس اكتب الرقم السري من اول وجديد بشكل كده. وانت لو نسيت اي حاجه هو طبعا مش هبدا يدخل معاك. هبدا اكتب الكباتشه ديت 8 8 8 7 0 0. وبعد ما اخلص هبدا اضغط على كلمه تسجيل. دي اهم حاجه، ما تضغطش على كلمه تسجيل انت ولكنك عملت حاجه. ادي جايب لي ادي الايصال بتاع الطالب، وادي كل الرغبات. يفضل ان انت تطبع الرغبات ديت بحيث تضمن اللي انت نسيت. طبعا هضغط على كلمه طباعه او اطبع الاستماره، هنتظر لحد ما يجيب لي الصفحه ديت، ودي اهم حاجه بالشكل ده كده، لحد ما يجيب لي يقول لي حفظ الملف. انا هنا بقول لي سيب بي دي اف، هقول له موافق، اقول له انا احفظ. بعد ما احفظ بالشكل ده كده هبدا يعتبر هيجيب لي الملف، وهضغط على كلمه حفظ، ويعتبر كده شكرا مبروك عليك احنا طبعا نسقنا. هبدا بس احفظه على سطح المكتب زي ما هتشوفوا بالشكل ده كده، وهبدا اضغط له على كلمه حفظ. طبعا هو كان في ملف موجود قبل كده، فانا مثلا هنا هسميه مثلا باسم الطالب، باسم مثلا محمد. وهاجي بعد كده اضغط له على كلمه سيف. خلاص كده. وبعد ما اخلص انا كده خلص، مبروك عليك انت كده نسقت. عايز ارجع لموقع التنسيق بضغط على كلمه الصفحه الرئيسيه، وكده مبروك عليك تم يعتبر تسجيل رغبات المرحله الثانيه بنجاح. دمتم في امان الله، وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.